السلام عليكم. حلقة اليوم عن الخداع البصري. في معي كوب طويل ورفيع، بس الصورة اللي مفرجيكم إياها نظركم ما بتعكس فعلا القياسات الحقيقية، لأنه لما أقيس قطر فوهته شايفين، وقارنها بطوله هلاحظ انها اطول بكتير من طوله. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. اذا حابين تشاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط اسفل لهالشريط، او فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.